البدايه زي ما احنا شايفين هي ان احنا نوصل جهاز الدي في ار، وعندنا هنا دي فلاش ميموري هوصلها في اليو اس بي، وشرحنا ده في الفيديو اللي فات بتاعي سهل ما هوش صعب. هنيجي بقى نركز على الشاشه اللي قدامنا. هعمل كليك يمين وبعدين مين منيو. بعد المين منيو ندخل على قائمه ريكورد، ومن قائمه ريكورد بلاي باك. هنا لو انا عايز استعرض الحاجات اللي متسجله او الفيديوهات اللي متسجله، لا انا هيهمني بيك اب او هستعمل ايقونه بيك اب. هلاقي اكتشف هنا الفلاش ميموري اهي موجوده، يو اس بي ديسك، المساحه المخزنه عليها او المساحه التوتال 14 جيجا، هو مستهلك منها 8 جيجا وباقي مساحه حوالي 6 جيجا او 5 جيجا. هعدد الفلاش ميموري كده واختار بيك اب. هنا ظهر لي قايمه فيها يقول لي انت عايز تعمل بيك اب لايه بالظبط، يعني كل الداتا، مانوال الارم، تشانل، القناه اللي انت عايز تعمل ليها بيك اب. انا هسيب الداتا اول ان انا عايز اعمل بيك اب لكل البيانات، والتشانل برده كل القنوات، او نخلينا بس في التشانل 2 تمام. والستار تايم ده تاريخ بدايه البحث، والاند تايم، وهقول له اد. هنا اكتشف فيه ثلاث فيديوهات في الشانل 2 او في الكاميرا 2. لو انا عايز الكاميرا واحد بحدد الكاميرا واحد كده واقول له اد، يبقى احنا بس يبقى كاميرا 2 اهي هي اللي انا شغال عليها. ريموف يمسح لي الداتا كلها اللي موجوده هنا. يبقى معنى كده ان انا لما اعمل اد هنا انا بعمل اد بشكل مؤقت تمبرري، ان هو يبدا النسخ ليه الفلاش ميموري. يبقى انا عملت اد دلوقتي لشانل 2، بحدد الفيديو اللي انا عايزه من هنا، وممكن عن طريق السهم او السكرول بشوف الداتا بتاعته. ده هنا 97 ميجا، ده 75 ميجا، نخلينا في ده برضو مساحته كبيره، نخلينا في 75 ميجا تمام. وفي عندنا بيك اب فورمات، ده انا بحدد الصيغه اللي انا عايز اعمل ليها بيك اب، يبقى نخلينا في الايفو اي بحيث ان انا مش هحتاج انكودر او ملف علشان يفك تشفير الفيديو، فالايفو اي هيشتغل دايركت على طول مباشره. واقول له ستارت. هنا هو بدا يعمل نسخ او كوبي للفلاش ميموري. ريميننج تايم 0.18 0.16 14 ثانيه وهكذا. تاني فكره بسيطه يا جماعه، نكتفي بكده. معانا ان شاء الله في الفيديو الجاي، لو اي حد ليه استفسار او معلومه يكتبها في كومنت، وان شاء الله احاول اصورها فيديو او ارد عليه. يلا، لا اله الا الله.